وبشأن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق وعجز البنك المركزي في الوفاء باحتياجات العملة الصعبة، ينضم إلينا عبر الهاتف من أبو ظبي الدكتور سعد محمد عثمان الخبير الاقتصادي الدولي. دكتور سعد، مرحبا بكم. يعني البنك المركزي العراقي يعلن تراجع احتياطات العراق من العملة الأجنبية، قد يعود السبب إلى تراجع أسعار النفط، لكن السؤال المطروح والذي دائما نطرحه هنا، لماذا لم يمتلك العراق موارد أخرى غير النفط لضخ مزيد من العملة الصعبة لخزينته؟ ما السبب في ذلك دكتور سعد؟ مساء الخير عليك وعلى جمهور المشاهدين، ومرحبا في هذه الأمسية. أود أن أبدأ بجملة أو مثل قيل أنه عندما يخطأ طبيب يقتل مريضا، ولكن عندما يخطأ اقتصادي يقتل شعبا. نعم. فهذا اللي جرى، أن على مدى أكثر من 17 سنة، صارت 18 سنة، سوء الإدارة وتفشي الفساد وتدمير هيكل الإنتاج، ويعني ما ورد إلى الاقتصاد العراقي من عوائد هائلة قد تقدر حسب ما أعرف مدى دقتها تريليون و300 مليار. نعم. مبلغ هائل، لم يفكر نهائيا أساسا في أن هذه العوائد يجب أن تستثمر في خلق قطاع غير نفطي إنتاجي، كما هو الحال في الكثير من البلدان. مثلا نأخذ بعض دول الخليج، الآن النفط يشكل 30% فقط من الناتج القومي الإجمالي و70% قطاعات الاقتصادية الأخرى، وهي لا تمتلك نفس الإمكانات التي يمتلكها العراق. لا. من زراعة وأيد عاملة ومياه وإلى آخره، هي مجرد صحارى ولكن استطاعوا. نعم. ولذلك التدمير الممنهج والأجندة اللي وضعت في العراق والهدف تدميره، وربما على أكون أبالغ أنه الاقتصاد سيكون سبب في مسح كثير من البلدان من التاريخ إذا استمر هذا الحال، وأهم أسباب سقوط الحضارات هو الاقتصاد طبعا. نعم. أما ما يتعلق بالبنك المركزي، البنك المركزي حسب ما ذكر في الورقة البيضاء اللي قدمها السيد رئيس الوزراء، نعم، أنه يمتلك احتياطي 71 مليار. طيب. ما هو مفهوم الاحتياطي؟ الاحتياطي هو سحب جزء من الإيرادات بنسبة تتجاوز بين 10 إلى 20% لمواجهة الظروف والأزمات، وثم لتعزيز قيمة العملة. وأحيانا إذا الدولة مرتبطة بالدولار الأمريكي يشرف على هذا الاحتياطي البنك الدولي. نعم. وحسب تصريح وزير المالية، أن هذا المبلغ اللي هو 71 مليار دولار لا يكفي لمواجهة الأزمة ل 12 شهر فقط. إضافة، هو وزير المالية أضاف أنها بسبب وجود بعض الالتزامات فأنها لا تكفي لتسعة أشهر. فإذا علمنا أن فقط التزامات الرواتب والأجور هي 48 مليار. فإذا ستكون هناك فجوة كبيرة حتى هذا الاحتياطي غير قادر على سدادها. نعم. طيب أستاذ سعد، بس حبيت أن أقف عند بعض النقاط. نعم. الاحتياطي لدينا 71 مليار دولار حسب ما أعلن. طيب، لكن السؤال هنا، نعم، إذا ما تم سحب جزء من الاحتياطي، على أي الفئات سيؤثر؟ على الموظفين أم على القطاع الخاص أم على الاثنين؟ شوف، حتى نتكلم اقتصاد. نعم. أن العراق كان بإمكانه خلال هذه 17 سنة أن يكون لديه احتياطي يزيد عن 170 مليار. طيب. هذا يعني على أساس العشرة، ولكن القصور في الإدارة جعلت هذا الاحتياطي بهذا الحجم، ولذلك السحب. أنا قلت أنه مواجبات الاحتياطي هو تعزيز قيمة العملة ومواجهة الأزمات. هم إذا اختاروا مواجهة الأزمة راح يفقدون قيمة العملة، فالموظفين وغير الموظفين ستنخفض قيمة العملة العراقية الدينار وينشأ التضخم. ونتذكر أنه في زمن الحصار لما قطعوا النفط نهائيا قطعوا النفط، اضطرت الدولة إلى ما نسميه التمويل بالعاجل، لأن واجبات البنك المركزي الإصدار النقدي، ولكن الإصدار النقدي مرهون باحتياطيات من العملات الأجنبية والذهب. فإذا تم التصرف بهذه الأموال طبعا راح تنخفض قيمة الدينار، وتصبح يعني هناك حالة من التضخم اللي أعتقد بعض الأخوان من الأجيال السابقة عاشوها، وكانت مرحلة قاسية جدا.
هو دكتور، دكتور في هذا الإطار، يعني عندما يكون هناك تضخم، هل سيقود الحكومة إلى طبع عملة نقدية كما حدث بعد عام 91 مثلا؟ وطبعا شوف يجب أن نكون واقعيين. نعم، هي الآن هذه الحكومة تواجه صعوبات ورثتها على مدى 17 سنة. طيب، يبدو أن الحلول مقفلة، وحتى إذا سحبت من الاحتياط المواجهة راح تواجه أزمة أخرى هي التضخم. طيب، مثل ما قلت التضخم، شوف التضخم مثل السبرينج يصعد ما ينزل، وعندما يستمر مثل حلقة حلزونية وشوية شوية ينخفض قيمة الدينار وثم ترتفع الأسعار ومضى القيمة للرواتب إلى آخره. فهذه هي الإجراء لو اتبعت الدولة إلى سحب أجزاء مهمة من هذا الاحتياطي لمواجهة هذه الأزمة المالية. ولكن العراق لا يزال ينتج 1,500,000، يعني لا يزال 1,500,000 بسعر بين 40 وشوية. نعم، يعني يستطيع بحلول أخرى، هو أنه يزيل النفقات. يعني المهم إذا كان الحديث الآن تريد ندخل به أنه كيف ممكن ببدائل، يعني الورقة اللي قدمت اللي سميت بالورقة البيضاء هي منهاج استراتيجي طويل المدى، يعني يمتد قد 5 إلى 6 سنوات وليس 3 سنوات من الصعب تحقيقه، وهما تسمى وصفة البنك الدولي. وهذه الوصفة سبق أن شفناها إحنا في الثمانينات عندما قدمت لدول أمريكا اللاتينية، ولكن دول أمريكا اللاتينية كان فيها صراع فساد إداري وسياسي، أما في العراق هو صراع عقائدي، يعني قصة تبعية إلى دول وثم تهريب الأموال. واحدة من أهم وسائل تهريب الأموال جرت بالعراق هي مزاد العملة، اللي حقيقة لم أجد في النظرية الاقتصادية أي إشارة إلى موضوع التعامل بالعملة على أنها سلعة. طيب، بهذه الطريقة في المزادات. نعم دكتور، هناك خبراء يقولون أن موضوع الحلول المطروحة من حكومة الكاظمي يعني تحتاج إلى 5 سنوات لتنفيذها، لكن أريد سؤالك هنا، كيف سيكون وضع الاقتصاد خلال ال5 سنوات تلك؟ كيف سيعيش المواطن؟ يعني إذا لم تحدث معجزة، طالما أن الاقتصاد معتمد كليا على النفط، يعني الميزانية يبدو كلها معتمدة على النفط وكلها موجهة إلى الأجور والرواتب والتقاعد وغيرها، إذا لم تحدث معجزة تحدث كارثة. وهذه حقيقة يصرحون بها الأخوان المسؤولين في الدولة، يقول لك احنا نواجه، مع طبعا غياب أي خارطة طريق لمثلا استعادة الأموال المسروقة، السيطرة على المنافذ، يعني البحث عن وسائل أخرى للدخول حتى تعزز الميزانية. وهذه أيضا يعني تواجه بمشاكل سياسية، لأن هاي أغلبها تبعيات، ثم الفساد الإداري اللي موجود، تدمير القطاع الخاص. القطاع الخاص الآن قطاع متعب، لا يستطيع أن يؤدي دور، يحتاج إلى زمن، يحتاج إلى مقلوب دالة الاستثمار. نعم، يعني مقلوب دالة الاستثمار شنو معناها؟ يعني جورج مارشال قدم مشروع بعد تدمير ألمانيا. نعم، قال الدولة راح نقرضها فلوس والعملة الصعبة طبعا، تنطي للأفراد أو للشركات حتى تسوي تنمية. ففعلا ألمانيا خلال 3 إلى 4 سنوات، وكذلك في اليابان، استعادت قوتها. ولكن في العراق لا يوجد هذا الشيء، ولا يوجد أي إدارات يعني مؤمنة. يعني هي القضية قضية استحواذات شخصية، يعني العمل بالفساد الإداري لمصالح شخصية. نعم، وأغلب أموال العراق خرجت إلى الخارج مع الأسف. نعم، من أبوظبي الدكتور سعد محمد عثمان الخبير الاقتصادي الدولي، شكرا جزيلا لكم.